طبعا أول شيء رح نفتح مشروع جديد، نختار من قائمة فايل نيو بروجكت. طبعا هون أنت مخير بعدة لغات برمجة، من أجل لغة برمجة واحدة في عندك كتير خيارات ممكن تختار. يعني طبعا بشكل افتراضي حاطين الفيجوال بيزك، وفي عندنا لغات أخرى، في عندك السي شارب، سي بلس بلس، والفيجوال فورتران شارب، وعندك مثلا فيك تاخذ السيت اب اند ديبلويمنت، هاي البرنامج السيت اب يعني للبرنامج تبعك، وفيه اشياء اخرى. طبعا هلا بالنسبه للفيجوال بيزك بدك تختار انت نوع المشروع، فيك تختار نوع المشروع كونسول ابلكيشن يعني شاشه سوداء محيه واجهه متحركه، فيك تختار افضل شيء طبعا نحن اللي بدنا نركز عليه الويندوز ابلكيشن، بتسمي المشروع ماي فيرست بروجكت اوكي. طبعا راح تطلع لنا المشروع مع واجهة واحدة، الواجهة اسمها فورم واحد، لاحظين كيف فورم واحد. هلا هون في عندك المشروع بشكل كامل، المشروع هاد هو، لاحظين بس حطينا ضغطنا على المشروع في ايقونات بتختفي، الفورم هاد هو، لاحظين الفورم بيطلع عنا ايقونتين زياده. هلا هون الايقونه هاي ايقونه الديزاينر، يعني هي اللي ظاهره عنا هون، هاي ايقونه المشروع المصمم الادوات، يعني نحن اذا بدنا نحط زر، اذا بدنا نحط قائمه منسدله، اذا بدنا نحط مربع نص، اذا بدنا نحط اي شيء بده تكون هاي مفعله وبهالشكل هاي. هلا تعامل الفورم كله معامله الاداه. هلا قبل اي شيء المفروض نحن نحفظ ونعرف وين مشروعنا عم نشتغل، ففينا نكتب سيف اول من اول شيء. اذا لاحظوا كيف نحن قبل مختارين، اذا ما كنتم مختارين بهذا الشكل فيكم تحددوا المجلد اللي راح تحطوا فيه برامجكم بشكل كامل. فهلا اذا بنحطها مثلا على الدي دي مثلا، وتختار مثلا شيء مجلد جديد اسمه ماي بروجكتس، شايفين كيف ماي بروجكتس، انا بتمنى تشتغلوا معي، برافو ماي بروجكتس. select folder save. طبعا هاي كثير مهمه تنعرف نحن وين عم نشتغل، ماشي. طيب هلا لازم ننتبه على الاشياء التاليه. اذا في عندنا النافذه الرئيسيه هاي، نحن كوننا على وضع الديزاينر او المصمم فبتكون بهالشكل هذا. هلا في عندنا هاي النافذه، طبعا هاي عناصر المشروع، شو في عندنا فورمات، شو في عندنا ادوات، والمشروع بحد ذاته. هلا في عندنا النافذه هاي هي خصائص الاداه، فهلا الاداه هي الشيء المفعل، لاحظوا بالنقط هون، يعتبر الفورم ككل هو اداه مثلا. فخصائصها شو يعني خصائصها؟ يعني صفاتها من الحجم، من الالوان، من اي شيء، من الخط اللي بدنا نكتب فيه، من الايقونات، من كل شيء بيكون موجود هون، فينا نغيره ايمت ما بدنا. فنحن الاداه المعلمه شايفين كيف؟ فينا نغير خصائصها، خلينا نغير مثلا لون الخلفيه، خلينا نحط لون الخلفيه، طبعا في عندنا ثلاث انواع من الخلفيه، في عندنا سيستم كاستم ويب وسيستم. طيب خلينا نحط لون للفورم لون معين، شايفين كيف؟ اذا اخترنا لون ثاني فينا نغيره باي لحظه. طبعا في عندنا هلا العنوان المكتوب على الفورم فوق بدنا نغيره، مشروعي الاول راح نكتب،
مشروعي، لاحظوا وين انا عم بكتب، بتكست تبع الاداه مشروعي. لاحظوا كل الادوات بس تغير بالتكست تبعها راح تتغير مشروعي الاول. اذا لاحظوا وين بيطلع مشروعي الاول. هلا لاحظوا الايقونة اللي عندنا، الايقونة اللي عندنا بدنا نحاول نغيرها من ايقون. لاحظوا كيف اذا بنختار ايقونة غير الايقونات اللي موجودة، مثلا هاي ايقونات، خلينا نختار ايقونة غير الموجودة، حط اي شيء مثلا. اذا خلينا نحط هون، ماشي. اذا تغيرت الايقونة، هاي الايقونة تطلع بس تطلع هون ب ايقونات، بين ايقونات. شو ما طلع هاي هون هاي ايقونة، بدك تكون معلم هذا الفورم. ما طلعت لك الايقونة؟ انت اذا عندك ايقونات بتحط. هلا انا عندي، انت ما عندك، بس يعني ما فيك تجاريني بهالموضوع هذا، ففيك تتغاضى عن الخطوه. ماشي. هلا لاحظوا الادوات، اذا حبينا نضيف اداه جديده من هون، لاحظوا بنكبس هون، خلوا هاي اذا بدها تضل ظاهره بنكبسها بهالشكل هذا. مثلا خلونا ناخذ الادوات او يعني اكثر شيء مشهور الزر. لاحظوا الزر، الزر بيكون بشكل افتراضي اسمه بوتون. اذا بتجي بدك تغير اسمه على التكست، لاحظ كيف بتحط له مثلا، اضغط هنا شايفين كيف؟ اذا هذا هو الزر. هلا اهم شيء بالزر فينا نختار اشكاله للزر من الفلات ستايل. لاحظ فلات ستايل، في عندك شيء اسمه ستاندرد يعني القيمة الافتراضية، وفي عندك شيء اسمه فلات، وفي عندك شيء اسمه بوب اب. فلاحظ بيتغير شكله بشكل كبير الزر بحسب شو بتختار. لاحظ بموضوع الفلات، في شيء عندك شيء اسمه فلات ابارانس. فلات ابارانس في عندك البوردر سايز، فيك تحطه صفر، ما عاد يبين، ما عاد يبين حوافه للزر، حطه صفر. وين راح سايز؟ ما لنا مختارين، خلينا نختاره فلات ابارانس اوب، اخترناه صفر. ليش عم يطلع ستايل؟ خلونا شوي، انتوا معي عم تشتغلوا؟ برافو. ما عم تلحقوني. يلا انا ما يعني لانه حطته انا، ها شفتوا كيف كنت حاطه بوب اب، ماني حاطه فلات. ها فلات ابارانس فيه كثير شغلات حلوه، لاقول لك كيف. مثلا فلات ابارانس، بنجي على الفلات، فلات ابارانس في عندك مثلا بوردر كولور، هذا اذا ما كان صفر فيك تغير لون الحواف، فيك تحطه اي لون بدك اياه. هلا في عندك شيء اسمه ماوس داون باك كولور، يعني وقت الفاره بتضغط بتغير اللون. وفي عندك شيء اسمه ماوس اوفر باك كولور، يعني هاي الفاره وقت اللي بتمر فوقه بتغير اللون. هي كثير حلوه. خلينا نضيف مثلا لون للماوس اوفر، خلينا نحط لون اخضر، ما هيك؟ لاحظ هون ما شفناه للون، بس لاحظ الفاره بس تمر فوقه. لا واللي ما لنا ما ننفذ، خلينا ننفذ. خلينا ننفذ. اذا هذا البرنامج التنفيذي، لاحظ بس تمر فوقه بغير لونه، ماشي؟ طيب هلا خلونا نجي على الخاصيه الثانيه هون، اضغط هنا. اذا هلا لاحظوا خصائص
خلينا ما نطلع من الفلات أبرانس. فلات أبرانس. خلينا بس ينضغط راح نغير لون، خلينا نحط اللون الأصفر. ماشي؟ إذا لاحظوا معنا أثناء التنفيذ، لاحظوا بيضل أخضر حتى أضغط أنا، بيكون صار لونه أصفر. ماشي؟ لاحظوا كيف. طيب هي أداة الزر. طبعا بالنسبة لأداة الزر وفي خاصية مشتركة بين جميع الأدوات، هي خصائص الكتابة. تجي من فونت، فونت فيك تغيره نوع الخط. شو ما صدقه؟ شو اخترت النوع؟ اختار نوع فلات أول شيء قبل ما تطلع، قبل ما يطلع لك هاي الخاصية من تحت. انت ضع؟ لا أول شيء بدك تجي على الديزاين. وين ديزاينر عندك؟ لا ديزاينر ولا ديزاينر؟ نبقى عارف عندك بس ليش بخطوة هذه؟ حتى لا لا عنده لا. وين ديزاينر عندك؟ أنا بعرف هون بس حط العرض. هاي أنت جديد بس لازم نقرأ. تجي على الأداة هون، هاي الأداة. وين ال تولز؟ بكرة تولز أو شيء تحت تولز طبعا. هيك بهي الحالة هيك تجي على ويندوز، تأخذ ريسيت أو ويندوز لاي أو نعم. من بعد هاي هي رجعت مثل ما كانت. هيك شوف لي وين لازم تكون هون. خلنا نسخن يعني. شايف كيف؟ هون تجي على أنت اختار الأداة تماما، ترجع على فلات. ايوه فلات ستايل، هاي فلات ستايل تختار فلات. شوف كيف فلات وفرتي انفايت بشر. المهم انت خليك معنا هلا شو بنشتغل. ماشي الكل معنا؟ عم تجربوا؟ عم يزبط معكم؟ طيب ماشي. لاحظوا هلا بدنا نختار خصائص الفونت. فيكم تختاروا نوع الخط، شايفين كيف؟ نوع الخط. هون في قائمة بأنواع الخطوط. طبعا فيكم تختاروا الخط اللي بدكم اياه. ماشي؟ فيكم تختاروا حجم الخط، وفيكم تختاروا إذا كان مائل أو غامق أو غامق مائل. شايفين كيف؟ تختاروا اللي بدكم اياه. هاي بالنسبة للفون. بالنسبة للفون شو بدي أقول لكم؟ هذا لكل الأدوات، أي أداة تنفعلي فيك تحط الفون تبعها. ماشي؟ هلأ في طريقة، إذا أنت جيت للمشروع مثلاً الفورم وحطيت له الفون تبعه فونت معين، وأي شيء بتسحبه بتحطه عليه بيصير يأخذ منه، بتصير خصائص الفون تأخذ للأدوات. ماشي؟ نسخ خصائص. تماما. هلا اهم كمان شغله كمان مثل الزر، في شيء اسمه المربع النص او التكست بوكس. هاي الاشياء اللي كثير مهمه، تكست بوكس. اذا هذا هو مربع النص. طبعا مربع النص، لاحظوا معي، كل اداه في لها خصائص قد تكون يعني شوي قليلاً مختلفة عن خصائص أداة أخرى. شايفينكم؟ كيف هيك؟ هلأ أهم شيء بيميز أداة النص اللي بدنا ننتبه عليها هي شيء اسمه الملتي لاين. ملتي لاين إذا بنحطه ترو بيطلع معنا فيك تحجم بقى الأداة النص قد ما بدك، وإلا ما فيك تحجمه. ولاحظ معي في شيء اسمه سكرول بارس، يعني نحن إذا بدنا نخليه قائمة منزلقة للمعلومات داخل النص، ففينا نختار إما ما منحط أو منحط فيرتيكال. لاحظوا معي، بتصير في عندك قائمة فيرتيكال. إذا النص حجمه أكثر من الحجم الموجود هون، فيك تزلق المنزلقة بشكل أنه أنت تفوت للنص كله. وفي شيء اسمه هوريزونتال، وفي شيء اثنين. هلا يفضل تحط اثنين، يعني احيانا اذا كان الخط كبير
فيك تزلقه أفقيا، وإذا كان في كثير خطوط فيك تزلقه شاقوليا. طبعا هاي فيك تغير الخلفية وفيك تغير شو ما بدك فيها. ماشي؟ طيب أوكي. هلأ بنجي إلى أدوات أخرى. طبعا أنتوا بتجربوها بالبيت بكل الأدوات، أنا ما فيني أعطيكم إياهم كلهم لأنه بياخدوا كتير وقت. هلأ في شيء أداة اسمها تشيك بوكس. طبعا تشيك بوكس فيك تغير اسمها، فيك تسميها خدوا مثلا، لا مثلا بدك أنت عدة خيارات، مثلا إذا عندك عدة أشكال فينا نحط مربع، شايف كيف؟ فيك تحط مثلا مستطيل، دائرة، إلى آخره، وقت يكون عندك عدة خيارات. تنسخها نسخة الفرق؟ إيه، فيك تنسخها. فمربع، لاحظ كل واحدة إلى اسم بيتغير بشكل أوتوماتيكي، الاسم بيطلع من هون، تشيك بوكس 2، تشيك بوكس 1، تشيك بوكس 3، طبعاً 2 فيك تغير اسمه. تماماً. دائرة، فيك تختار مثلاً مستطيل. هلا تشيك بوكس بيتميز بأنه فيك تختار أكثر من خيار، يعني فيك تختار مربع ودائرة، فيك تختار مربع لحاله، فيك ما تختار شيء، فيك تختار الكل. شايفين كيف؟ طبعا هذا قيمته بتاخذ قيمة بوليان. شو يعني بوليان؟ يعني قيمة منطقية، تاخذ إما ترو أو فالس، يعني يا إيه يا لا. ماشي؟ والقيمة هذه الفاريابل أو المتحول اللي ما ياخذ القيمة هو بيكون واحد من صفاته لتشيك بوكس. تشيك بوكس بيكون له صفات مثله مثل أي أداة، بس قيمته بتجي من متحول ضمني من صفاته هو اسمه تشيك. فهي ممكن تاخذ اما ترو او فالس، فيك انت افتراضيا تحطها ترو وفيك تحطها فالس، وهي فيك تختارها اثناء التنفيذ. طبعا اثناء التنفيذ فيك تختارها 1 2 3. ماشي. هلا في عندنا اداه ثانيه هي الراديو بوكس او الراديو بوتون. بالنسبة للراديو بوتون لاحظ هون ما فيك تختار إلا قيمة واحدة. شايف كيف؟ إذا عندك راديو بوتون 3 مع بعضهم 4 عدة خيارات بدك تختار واحدة منهم، ما فيك تختار إلا واحدة. شايفين كيف؟ فهون وقت التنفيذ لاحظوا معي بتفعل وحدة، إذا فعلت تانية الأولى بتروح، إذا فعلت بتروح، بينما نلاحظ بتفعل وحدة تانية بتتفعل، ثالثة كل وحدة لحال. طيب هلأ في شيء بدنا ننتبه عليه، أنه أنا يا أخي كيف إذا كنت بدي، عندي كثير حالات وحاجة على الواجهة وحدة نفسها تكون الراديو بوتون طابع على شيء غير الشيء اللي طابع معه، يعني هدول بيوحوا بشيء معين بدي اختار منهم واحد، وعلى نفس الواجهة عندي موضوع تاني بدي اختار بيناتهم. بهالحالة هاي بناخد شيء اسمه الكونتينر. لاحظوا معي الكونتينر او الحاويات. بهالحالة هاي في عندنا كتير انواع مختلفة للحاويات. من الحاويات في عندك شيء اسمه البانيل او شو بيسموه البانيل، اللوحة، الشريطة، الى اخره. وين صارت البانيل؟ هلا فيكم تجيبوا تيجوا من هون الكونتينر. الكونتينر بيجوا كل انواع الكونتينر. في عندك شيء اسمه فلو لاي اوت بانيل، في عندك البانيل، وفي عندك السبليتا، السبليت كونتينر، وفي عندك التاب كنترول، وفي عندك، المهم اكثر شيء مستخدم احيانا هذا هو الجروب بوكس. تجيبوا هذا الجروب بوكس كمان بيصير مثله مثل الفورم الجزئي داخل الفورم. يعني شايف كيف؟ يعني فيك تطلق له اسم جديد جزئي مثلا. طيب هذا بداخله. لاحظ هلا اذا بدنا ناخذ 2 من هدول، لاحظوا معي 2 من هدول بنحطه داخل جزئي بصير. فشو صار معنا؟ صار معنا بوتون 1 وبوتون 2 لحالهم تابعين للفورم، بتون 3 وبتون 4 تابعين للكونتينر الجزئي. لاحظوا معي كيف. هلا اذا بدنا ننفذ صار منفصله
موضوع الجزئي عن موضوع التانيين. يعني فينا نختار هون، لاحظوا كيف التاني بتفعل، لاحظوا هون ثلاثة، هلأ لاحظوا البطن اثنين وبطن ثلاثة فعلين. ليش؟ لأنه صار البطن ثلاثة ما تابع لنفس الجروب اللي تابعين عليه بطن واحد وبطن اثنين. وتحط فكرة؟ إذا أنت بهالشكل هذا فيك تحط اللي بدك إياه، المجموعات اللي بدك إياها بهذه الطريقة. ماشي؟ حلو. هلأ الأداة اللي كتير مهمة ثالثة هي الأداة شو اسمه في عندك اللابل، هذا من شان تسمي مثلا شيء معين، مثلا محتويات التكست بوكس بنسميها مثلا، هذه بنسميها مثلا فيك تقول مثلا طول القارب مثلا، اذا بدك تدخل طول القارب ونعرف انه هل ما تدخله طول القارب تكتب حط منه لابل او ليبل طول القارب. ماشي؟ اذا هاد كمان بالنسبه للليبل فيك انت نفس الشيء تعمل له تغير بلونه، تغير بخطوط، تغير الى اخره. ماشي؟ طيب رح ناخذ اداه لسه، اداه اخرى هي رح نعتبرها كمان مهمه، الكومبو بوكس، الكومبو بوكس او القائمه المنزلقه. لاحظ بالنسبه للقائمه المنزلقه هي فيك انت تختار طولها، عرضها الى اخره قد ما بدك. هلا نيجي لخصائصها، اهم خصائص لها فيك تحط بالتكست تبعها اللي بدك اياه، مثلا فيك تحط اختار عنصر، فيك تحط اللي بدك اياه. ماشي؟ هلا بتجي على شيء اسمه كوليكشن، كوليكشن بتحط العناصر بدك اياها. مثلا لنفرض نحن السنين عندنا 2013 2014 2015، كلها جاي من وين؟ من كوليكشن. 16 2017، اوكي. فلاحظ وقت التنفيذ بيطلع معك تختار السنة، بتصير تاخذ محل التكست. ماشي؟ اذا صارت عم تاخذ محل التكست. هلا كل الحكي جميل بس بدنا نقرنه بتنفيذ شيء معين. هلا الادوات شفناها عم تشتغل كثير حلوه بس هلا لسه ما حكينا انه اذا كبسنا هالاداه او اذا اخترنا شو بده يصير. فهذا بنسميه الكود اللي بدنا نستخدمه عند بواسطة هالأداة. طيب أوكي، هلأ بتحبوا هذا الفيلم نفصله ونعتبره مرحلة أولى وبعدين بنحكي عن الأحداث، شو رأيكم؟ نفصله مرحلة أولى، فهي F10.